الله يصبحك بالخير يا ابو عيد. يا صباح الانوار ويا صباح ما شاء الله عليك. ليش ليش رحت لحن؟ يا بطني هذه جيت برقد طلعت رجليني راهي تلمك برا وش يقعد؟ طيب احنا وش نسوي بك ابو عيد؟ انت ما شاء الله عليك مقاس طويل البطاريه نفرين طويله. والله لو اخذ طويل يا ابو عيد انت ما انت ما انت ملاحظ نفسك يا ابو عيد. المشكله ما في البطانيه. انا رحت الشيت. طيب انت كان ناديته السوداني يجيك بطانيه. هو متعمد اصلا ذيك. ولا والله يدوا له مليون بطانيات ومن احسن الانواع. بنتين واحده انا صغرت بطانياتكم هذه. وحنا ما احنا كبرناك الله يجزاك خير. ما تجيبون غير شمول جيب ثلاث اكساء بطانيه فشتين حطيتني بها الخيمه وكلها صف السوداني يبغى يروح في وسط الجزيره. لا والله يحط الدلع على النار ويحط على النار ويحط جمر وهي يقول كذا ويعبط المخطر اللي قايم بغى يعدم الدله ويعدم الجزيره كلها. يا اخو من قال يا اخي انت اعطيتني عين قلت اخس يا وش الزين هذا اللي فيك اعطيك عين انت كوفيك هذه تقول ورع في الصف الرابع ابتدائي. والله اني صادم كل من السنة عندك اذكر الله اللي شوف يقول المخ خليه عندي مدري ويش ما رد الدلع حول الصور. يلا صباح خير. يلا صباح خير عين خير ابو عيد بكنا منه. يقول انت والله اعطيتني عين قلت اخشى اللي شوف يقول وين يقول عن شارح المدرسة في رابع ابتدائي جاني اخذ بسكتور رايح قول لا اله الا الله صلي صلوا على النبي. يا ولد الفطور وين؟ كنت وانت مدري البطانيه يلا لا ودك انا ها يا احمد ها هذا وش البطانيه وش فيها؟ هذه وش هذه؟ اول شيء ذي وش هي؟ هذه بطانيه اللي نام عليها؟ ايه هذه حقت اطفال يا رجال مقاس اطفال ويش يا ابني الله يدلك ابكر انت ردها بس والله الا ما تجيب لي بطانيه من المصنع والله المصنع شوف والله المصنع شوف 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 ما قادر جيب افتحها كذا ايش تدري يعني ما دريت عنها دي بطانيه فخمه هذه بطانيه هذه مخده يا جعل انت ما تبارين مخده ترقد لك عين رمثه عاد اشمع عاد طابه الليل والله يا ربك عاد طابه الليل يا رضا حسبي الله عليك رجع في البيت خلاص 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 عينه خير خلاص عينه خير عينه خير خلاص يا عامر عشيت قولوا لا لا شاك وشان جيت لي دام بغى يسطح تبدي الحبع عاد بتاكلها من قلبي الحين انت ابو عيد ما تعلم بسالفتك يوم صدمت خالك هو خالك ولا عمك خال اللي مقرود كيف صدمته انت قتلها في المستشفى لا حول ولا قوه انا من قهر من اللي يلبقون هذول تلبيق صح اللي يلبقون انت كم عمرك هاك الحين صغير يا رجال حدث حدث ضعيف اي ضعيف ما حتى اعرف السوق طيب ويوم اللي قاهرين اللي يلبقون جنب بعض بالسياره ايه يجون في جنب بعض السيارتين وحده كذا وحده كذا وحده وجهها غرب وحده شرق اي اجلس بس اجلس ايه ثم وبلبق زيه طيب وش سويت؟ قلت اصبر نبي نسوي مثله خلونا من نروح نلعبون كوره طيب انا بجيب عند سبيل عمان اللي وخوال اللي ناس على مستوى طيب نروح للملعب قلت له عاد عنده غرب طيب هو مع سياره وانت معك سياره انا سياره عمي طيب هو سيارة أخوه حلو حدت السيارة أنا وياه حنا أنا وياه حنا لا في الملعب ولا في التشكيلة ولا في الأساسية ما يخلونكم تلعبوا صغار صغار طيب ويجين كبار طيب ناس تفت كورة حنا ما نعرف كورة إيه وأنا خلينا الرحلة أنا قلت الوعد اللي من الهراء دوشة إيه شيل الله كل وادي الله الله ويروح عقب اخذ السياره حقت عمي قلت بلحق الغرب انا مغرب الحقه ميت العلم انا بخالي ابو خالي عسى بالخلاء طيب كل ميت العلم انا ابق بس نفسه التلبيقه هذه انا وياه ابو اوزن السياره جنب السياره جنب السياره والدريشة على الدريشة انها صعبه هذه ما كل سواق يطبقها هي. طيب انا مالي غير اسبوعين طيب وانا استدير ولا اجي من قدام قلت ها عاني بجيك خليك واجب انت لا تحرك انت خليك انت اللي بتوزنها انا اللي بزبطها هزلها بتزبطها ايوه زبطها يوم الله زبطها هو ابو سبع امس طيب
وانا استدير لو راح يوم عيد تزبط وانا مشخص هو تريلي وانا قلت خليك واجب بس انت لا تحرك بس ولا مطلعني دم على الباب ايه متكي سواقه وبطيء البذال شغال ما حد قد وانا محمد الشيباني بين اليمنيغ زي المي شيوخ ما شاء الله اقطع راسك سيفين ايوه وانا ارجع شوي قلت ما فيها الا ارجع ريوس وانا ارجع ريوس وهو واقف العجب يمكن حول 700 متر رجعت عنها ريوس 700 متر 700 متر والسياره واقفه كذا هذا بقى علشان بس تلبق جنبه بجي مسرع في معقوليتي انا كذا بجي مسرع بلف السياره لا واقفه صح درايفر زي الافلام هذا حلم طيب حلم ليش بالجنة طيب استاذ وامرها الله يا اخوي امرها الله يوم اسلم يديته ويرد يده وانا ارجع ريوس وانا اجيك مسرع يوم اني قبلت على دريت ما ادري كيف اقول انا شفت له انت مسرع هالحين مسرع 70 80 السياره اصعب المواقف اللي مرت علي هاك الحادث الله لا بلا طيب وانا اجيك اجل دد سيت مع جرازته مستويه حتى الرمثه ما تشوفها يا مسرع يا مقبلت عزله بتلبك جاءت تلبيقها لي عزله لبقت ما عاد قرب السياره مره طيب ها ولا قربته سنه كامله انا وليدي ايوه يوم شاف الدعوه خربت وانا اخذ هذه علق بهم في الملعب تركت السياره قلت الرجال صدمني اللي صدم انت قلت خالي صدمني طيب لا حول ولا قوه الا بالله ازلا ما جريت على خير يا الموت العدمان باب السواق ما يظهر من يس عليه ما طلعوا مع المعاون يا الله ضرب وانا اخذ هذه وشهر كامل وانا على وجهي حسبك الله يا صباح الانوار عليك يا وعيد وكيف تحيلت في خالك ما لقيت غير خالك تدعسه ولا وش هذا عندي لا حول انا منقطع تسبدني ويا ما لبق تلبيق صح والله العظيم انك بغيت تجيب العيد قضاء وقدر هو منكم استغفر الله ايوه ثم ما له عندي ما يدوي زرقت قلت الرجال صدمني قوي عيني ولد عبطه طيب جد طيب جد طيب جدك وش قال لك مشيت الامور راح نسيت اخوك الله يرحمه استغفر استغفر الله حسبك الله يا ابوي انه يروح عنده انت بتعالي رد لي عند البهم عشان ما نزلك نزلك من المهنه الاولى الكويسه عشان ما شيلت السياره بالمره